ما سيبك يعني متابعينك عارفين انت هتكون معايا النهارده، فليهم اسئله بسيطه عايزينك ترد عليها. جاهز يا بطل؟ إن شاء الله بإذن الله. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول، انا طالب في كليه الحقوق، امتى ابدا اتمرن عملي وانزل مكتب محاماه؟ يعني رد لهم مختصرا. انا شايف ان انت تبدا تنزل تتمرن بعد سنه ثالثه. لو انت بتسالني على التوقيت ليه اكون درست قدرت تدرس جزء كبير من قانون الاجراءات الجنائيه، حطيت ايدك على جزء اكبر في قانون مدني، قدرت تدرس بعض القوانين الخاصه اللي هتقدر تلاقي صلاحها في الواقع العملي، قبل كده هيبقى الموضوع بالنسبه لك مفيش اي استفاده. يعني من سنه ثالثه يبدا يفكر. سنه ثالثه. الامر الثاني، ما تبحث عن الماده زي ما قلنا قبل كده، وفي نفس الوقت متى لا تعمل بصفتك محامي، لا توعد وعدا، لا تعطي استشارة، ما لا توقع على أي مستند نهائيا. تمام، أنت متدرب دورك متدرب فقط فقط الأخير. مظبوط، كويس. خلينا نروح للسؤال التاني، هل لو تنازلت عن حضانة ابني لطليقي أقدر أرجعه مرة تانية ولا كده حقي ضاع ومش هعرف أشوف ابني مرة تانية؟ السؤال ده كنا عملنا فيه حلقة طويلة، في القديم. بس خليني أقول لحضرتك اللي احنا لازم نعرف ايه هو ايه هي الحضانه. الحضانه هي التربيه والتهذيب والرعايه، والحضانه هي حق للام، حق لصيق بالام، اشترط فيه المشرع شروط عامه وشروط خاصه. اذا فقدت الام شرطا من هذه الشروط هنا يتم يسقط عنها الحضانه. ولكني لازم انوه وردا على ذلك السؤال ان هناك امور متعلقه بالنظام العام لا يجوز مخالفتها او الاتفاق على مخالفتها. هم بقول امور متعلقه بالنظام العام، اذا فهي قاعده امره، والقاعده الامره لا يجوز مخالفتها او الاتفاق على ما يخالفها، واي اتفاق يقع باطل. فالحضانه هي حقوق لصيقه بالام، لها ترتيب: الام ثم الجد الام ثم الجد الاب ثم الاخت الام ثم الاخت الاب وما يعلم بعد كده. يبقى اذا انا عشان اتنازل عن الحضانه، مفيش كلمه اسمها تنازل عن الحضانه، انا ممكن انقل الحضانه مؤقتا لمن يلي في الحضانه، ولكن مع احتفاظ بحق القانون وحقي هيرجع يسترجع. اما اذا انا وقعت على التنازل عن الحضانه، هذا التنازل باطل وليس له اثر امام المحكمه نهائيا. يعني نقدر نقول قولا واحدا، تقدر ان هي طبعا تقدر، وان التنازل ده باطل مش لازم. خلينا نروح للي بعده. لا اثر له قانون. تمام، خلينا نروح للي بعده. صدر ضد حكم بالسجن 7 سنوات، وللاسف انا هارب ولم يتم القبض عليه، هل في اي اجراء اقدر اعمله ولكن من غير ما اسلم نفسي؟ هو طبعا هنا وفقا قانون الاجراءات الجنائيه هيجوز ان هو يعيد اجراءات، يتقدم بطلب اعاده الاجراءات مره اخرى لنظر المحاكمه مره اخرى، ولكن بتوكيل خاص لمحامي يبيح له ذلك التوكيل اعاده اتخاذ اجراءات اعاده الاجراءات، ان تعاد اجراءات تلك القضيه وحضر لها نظر. هيكون وجوبي في الجلسه وفقا قانون الاجراءات الجنائيه، فان الحضور ليس وجوبيا، يجوز بنفس التوكيل الخاص يحضر المحامي، ولكن منتشر في المحاكم ان وجوبي حضور المتهم، واذا لم يحضر المتهم وحضر عنه احد من ذويه وقدم للمحكمه ما يفيد عذر عن حضوره، جاز للمحكمه انها تؤجل حضور المتهم ويحضر المتهم. لكن لازم يحضر، لازم يحضر وفقا لما هو شائع في المحاكم وليس للنص القانوني. بنسبه كبيره هيتم تأييد الحكم. بنسبه كبيره هيتم تأييد الحكم عليه. تمام، خلينا نروح للي بعده. صدر ضدي حكم في جنحة بالحبس 2 سنين، وللأسف اتأيد بعد كده، امتى يسقط الحكم ده لو لم يتم القبض على ايه؟ لازم نبقى عارفين ان هو هناك فرق بين انقضاء الدعوة والسقوط. الانقضاء يسري على الحكم الغيابي اذا ما مضي عليه 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولكن هناك اختلاف، قال لك من تاريخ الواقعة، ولكن اجراءات المحاكمه بتقطع ذلك الايه، خلينا نقول من الاخر اجراء قاطع. هو صدور الحكم. اما عندي بقى هنا بتكلم على انقضاء سقوط الحكم. السقوط يسري على الاحكام النهائيه التي تصدر من محكمه الجنح المستأنفه، وهنا اذا مضى عليها 5 سنوات بيسقط الحكم. طيب انا هنا دوري، هل انا النهارده لمصلحتي ان انا افضل هربان؟ اكيد لا، حياته هتقف طبعا. لازم اتخذ اجراء قانوني ان انا اقدر ان انا اتقدم بنقط. واشكال في جزئيه بعينها مهمه، اذا تقدمت بالنقط لازم اسلم جلسي نفسي قبل جلسه النقط. قبل جلسه النقط. طيب اذا انا حضرت ونفذت
وصدر ضدي والنقد بتاعي اترفض وقضيت سنتين. حقي هنا فين؟ حقي ان انا اتقدم بطلب خلال المده دي اني اتقدم بزاويه بطلب الى لجنه العفو ان انا يتم العفو عني في وفقا للاجراءات والاشتراطات في لجنه العفو. بتقدم بطلب واطلب العفو. طب لو قضيت العقوبه وخرجت وعدى على تلك العقوبه الثلاث سنين، حقي في رد اعتبار ان اتقدم بطلب برد الاعتبار وخلاص، تبقى بدات حياتك بدل حياه جديده. لكن الهروب ليس حل بالظبط، اللي انا هرب ده مش حل، لان هوقف حياتي وقف عمري وقف وقف. لا، انا لازم ان انا اقدر ان انا اخد اجراء قانوني عشان خاطر ان انا انقض الحكم او ان انا استشكل في الحكم مع النقض ومن ممكن الاشكال اللي توافق عليه او اقضي الحكم واخلص او اقضي الحكم واعمل رد اعتبار بعد كده. إيه؟ يعني مفيش مشكله. السؤال الخامس، تم فصلي من عملي بعد 9 شهور فقط وقبل انتهاء العقد ب3 اشهر. انا اتفاجئت بقرار الفصل من الخدمه وانهاء عقدي قبل موعده، هل في اي قضيه اقدر ارفعها ارجع بيها لشغلي وحياتي مره تانية لان انا حياتي وقفت بعد انتهاء العقد؟ خدتني من محكمه الاسره لمحكمه الجنايات. حلو، لازم اخدك من كل حته. خدنا اداري. اداري على طول. مجلس الدوله ما بحبش اروح هداك الشارع الطويل ده. أيوة، حاجه صعبه بصراحه. في قرار، في قرار. نمسك السؤال جزئيه جزئيه. هو اتفصل بعد 9 شهور وعقده لمده سنه. عندي قرار صدر بالفصل. لازم نبقى عارفين ان القرار الاداري هو افصاح جهه الاداره عن وجهه رايها في موضوع معين. جميل. هل ذلك القرار كهنوتي؟ يعني ايه كهنوتي؟ يعني ما ينفعش نيجي جنبه؟ لا. المشرع قال لك تتظلم من ذلك القرار خلال ميعاد 60 يوم من تاريخ اعلان القرار او علم او علم المتظلم. لو عدى 60 يوم اصبح القرار متحصن، اصبح ايه؟ خلاص. متحصن. خلاص. طب لو ما عداش؟ اما لو حضرتك موظف عمومي بتتقدم تظلم خلال 60 يوم اذا لم يبت فيه بتلجا الى محكمه مجلس الدوله او القضاء الاداري اذا كنت من الخاضعين لقانون الخدمه المدنيه. اما اذا كنت من الخاضعين لقانون العمل فبتقطع تلجا الى المحكمه العمانيه. محكمتين بينظروا في ايه؟ في مدى مشروعية ذلك القرار، مدى صحة ذلك القرار من حيث اصداره ومن حيث السلطة المصدرة، مدى صحة القرار من حيث اسبابه. لازم نفرق ان قانون شؤون العاملين المدنيين كان قبل ما يصدر قرار بالفصل بيستدعي الموظف وبيعلنه ذلك القرار. قانون الخدمة المدنية لا، ما بيعلنش، لم ينص على ان انا اعلن الموظف بانهاء الخدمه. ولكني بقول لحضرتك ان انا حقي ان انا اطعن وحقي ان انا ارجع مره اخرى العمل اذا كان ذلك القرار غير مشروع، لم يستنفذ ليس له سببا مشروع او صدر من غير ذي مختص. محكمه مجلس الدوله هنا او اذا كان يخضع قانون الخدمه المدنيه، قاضي الاداري بقى هنا هو قاضي دوره انشائي ابداعي. يعني ايه انشائي ابداعي؟ لو ما فيش نص فهو يبدع وينشئ نص. يبدع وينشئ، يبدع وينشئ حتى لو ما فيش نص. تمام. وحقه انه يعيده مره اخرى للعمل. اما قاضي المحكمه العماليه لا يلزم رب العمل باعاده العمل مره اخرى، ولكن يديله حقه بس تعويض واثار مترتبه فيما رصيد اجازات او تعويض عن الفصل التعصبي. ولكن المحكمه العماليه والقاضي لا يلزم رب العمل باعاده العمل مره اخرى. تمام. حقه ان هو يطعن وممكن انه يرجع لو هو يخضع لقانون الخدمه المدنيه، اما لقانون العمل فان المحكمه العماليه غير ملزمه باعادته مره اخرى. خلينا نروح لاخر سؤال. انا عارف انت تعبت جدا. اخر سؤال، انا محامي شاب وبيقابلني صعوبه شديده جدا لما بدخل قسم شرطه، دايما في خلاف ودايما في مشاكل بتحصل مع الساده الضباط ومش عارف حل الموضوع ده، هل المشكله فيا ولا دي مشكله عامه؟ خليني اقول لك ان طبيعي ان يبقى في مشاكل والطبيعي ان يحصل صدام. لان احنا مش بنتقابل في نادي. كل من الطرفين عايز يأدي عمله. مظبوط. انت كمحامي داخل عايز تحقق عملك وهدفك ان انت تخرج موكلك او ان انت تعمل محضر او وهو برضه عايز يأدي عمله، عايز يأدي وظيفته. ليس هناك تربص بيك نهائيا. ولو انت تعاملت مع هذه الجهات ان في تربص وان انت احسن منهم وهم احسن منك، هنا هتقع في صدام على طول. طبعا لازم تبقى عارف ان الشرطي بيخضع لقانون الشرطه. قانون الشرطه هو اللي بينظم له عمله واللي بيحط له الحقوق والواجبات، وانت بتخضع الى قانون خاص ايضا، قانون المحاماه. يبقى اذا الفارق الفيصل بينكم هو القانون والقوانين بجانب
ان هناك تعليمات للنيابه العامه يقطع لها الشرطي اثناء اجراءه للمحاضر وقانون اجراء جنائي. يبقى اذا انا لما الاقي مخالفه هرجع اقول لك تاني لازم اكون مطلع على قانون المحاماه وقانون الشرطه. اخد اجراء ورقه وقلم والا اتطول. مظبوط. وما وصلش الكلام بكده. انا لازم يبقى دايما في احترام فصل. هبدا الاقي ان الحوار او الحديث هيتطور هنا اسطب والجا لرئيسه ثم لرئيسه ثم لو هروح مكتب وزير الداخليه تدرج المباشر حتى ما اوصل ان انا كمحامي اخد حقي. لكن انا اخش مع المتهم واتجاوز وامد ايدي واوصل الامر ان يبقى فيه تجاذب ومد ايد ظنا مني ان الموكل ممكن يقول لي انت محامي شاطر. لا مظبوط. الموكل جايبك عشان تنجده مش عشان تهان قدامه. هتضر وهتضر موكلك بالظبط وهتخلي موقفه مش حلو. محتاج المحامي بتاع الضرب او تم التعدي عليه او وفي الاخر الجا اقول النقابه لا يتروق انت نقيب نفسك. ما يصحش. انت نقيب نفسك. اه طبعا. قبل ما تطلب النقابه انت نقيب نفسك ومكتبك ومنقبتك. انت نقيب نفسك باحترامك لنفسك وحصانتك. قانون المحاماه بيحميك وبيديك حصانتك. تعامل في ذلك الشكوى. اختلفت قانونا عندك النيابه ترجع تقدم شكوى لاختلاف شكوى قانوني معمول اسم كذا هو شايف كذا وانا شايف كذا فالنيابه هنا تفصل بينكم. بالظبط. او انه تجاوز حدوده معاك عندك مديريه امن عندك وزاره الداخليه عندك وزير الداخليه نفسه قدم شكوى. ده وزير الداخليه بيتم استجوابه في مجلس الشعب. مظبوط. طبيعي يعني مفيش لكن ما احاولش ان انا اوصل الموضوع ده. لازم ابقى عارف حقوقي ايه وواجباتي ايه. مظبوط. عشان ما يحصلش خلاف. اوعى ان انا اتعامل ان هم احسن مني او انا احسن ولا اضع نفسي تحت طاوله القانون نهائيا. تمام.